وميمون لأننا جلسنا هنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنذكر الله تبارك وتعالى، فأصبح كل واحد منا جليس الله تبارك وتعالى، لأن الله قال في حديث قدسي: أنا جليس أنا جليس من ذكرني. الحمد لله. Sheikh, he says, this day is a beautiful day, a blessed day, and it's a great day. He said he came to meet you in this position. It is the best position on this earth, which is house of Allah. For Allah's sake, and also we engaging to remember remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says in one of the hadith of Qudsi, I am sitting with those who remember me. That means you are sitting with Allah today. Inshallah. يقول الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أن الله خلق ثلاثة أشياء: خلق خلقا كاملا لا يقبل نقصاً أبدا، وخلق خلقا ناقصا لا يقبل الكمال أبدا، الله أكبر، وخلق خلقا تارة كامل وتارة ناقص. فالذي هو كامل في جميع الأوقات هو الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذي هو ناقص هو البهائم والجمادات، فلا يقبلون الكمال أبدا. والذي هو تارة ناقص وتارة كامل هو الإنسان.